بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا الأقصى مسراه عليه الصلاة والسلام. هذه الحلقة رقم 122 من مجموعتنا التحليلية أرباكس بتاريخ 14 جون 2022 من العام الثالث لهذه القناة، وهذه الحلقة مضاءة بالأخضر، اللائحة زي ما أنتم شايفين مضاءة بالأخضر، معناها أنه كما توقعت وسبحانك يا الله، يعني هذا من الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله الحمد لله على كل ما يكتب لنا الله مهما كان، نشكره في السراء وفي الضراء. لكن هذا إذا بتتذكروا الحلقة اللي طلعت قبل 3 أيام فقط، وقعدت أحكي لكم فيها عن حلف الألف المكسورة، وقلت لكم في الحلقة الماضية الأخيرة اللي هي الحلقة الرابعة من الجزء 17 من سلسلة فلسطين من البحر إلى النهر، اللي هي أظن رقم 54 دي، كانت يعني دي معناها A B C D، الحلقة الرابعة من الجزء 17. أنا حكيت لكم إنه في عنا دائما إشي وبظلني أذكركم فيه، حلف الألف المكسورة، وبظلني أقول وحكيت في هذيك الحلقة بالذات إنه على أمريكا، يعني أمريكا الاستراتيجية العسكرية المحنكة لأمريكا بأنها تضرب الكيان الصهيوني بإيران. هذه الحلقة كان تاريخها 11 منتصف الليل، يعني قبل منتصف الليل بديت في تسجيلها في 11 الشهر، احنا الآن 14، وحكيت لكم داخلين إلى 12 الشهر، وطلع وخليت عملتها سكاجول إنها تطلع للملأ في صبيحة يوم 12 الشهر، يعني عشان يكون الكل في جميع أنحاء العالم تقريبا فايق يعني. يعني ثاني يوم بالذات، ثاني يوم اللي هو 13 الشهر، بدأت من الصبيحة، وبعدين في بعد الظهر جانا كل هذه الأمور ورا بعض. خلينا نشوفها كيف حصلت ورا بعض. طلعت الجارديان على ما أعتقد وأعطت خبر، وأنا استقصيت عنه من طبعا مصادري ومعارفي في بريطانيا لأتأكد بأنه هذا الخبر وثق في الجهات والمحاكم المعنية، وجدت بأنه بيقولوا أنه هيئات حقوقية بريطانية قدمت للمحاكم وقدمت للحكومة عريضة ولوائح، يعني نسميها كيس، يعني قضايا في المحاكم البريطانية تطالب بإدراج دبي في القائمة السوداء. ليش؟ قال عشان جميع اللي أدرجوا من ضمن العقوبات اللي فرضتها أمريكا والغرب على روسيا، وحكيت لكم إنه فرضوها على بنوك وعلى أصحاب ومهربي أموال غير مشروعة، من غسيل أموال إلى أموال دعارة إلى أموال مخدرات، وكل هذه في أشخاص، وحتى منهم كان صاحب أو مالك نادي تشيلسي السابق، وهم هذول كلهم رؤوس الأموال الروسيين اللي لا بوتين ولا الغرب ولا أمريكا يعني تنظر لهم بأي وجه من وجوه الاحترام، واللي هم كانوا أهداف لاتفاق بوتين وبايدن على افتعال المعركة في أوكرانيا، حتى تطال هؤلاء سواء في أوكرانيا أو في روسيا. فاللوائح
التي قدمت للحكومة البريطانية، والتي أيضا جهزت على يعني بأسلوب قضايا أو على نمط قضايا، وسجلت في المحاكم البريطانية على ما أعتقد، وهذا اللي تفهمته من المعلومات اللي اتقصيتها استقصيتها. ف بقولوا إنه أصبحت دبي، وحتى مذكور فيها مش بس دبي، دبي ورأس الخيمة، أصبحت ملاجئ آمنة تأوى هؤلاء المدرجين على اللائحة السوداء، وصاروا يلجأوا لدبي. وهذا حكيته في عدة حلقات ماضية، قلت لكم كل رؤوس الأموال اللي من داخل الكيان الصهيوني وكل اليهود قاعدين بهربوا إلى دبي، وبنشئوا هناك شركات ظاهرية ووهمية واللي بدك إياه، يعني نقلوا كل أعمالهم من أوكرانيا ومن الكيان الصهيوني إلى دبي. فهذول الحقوقيين قاعدين بيطالبوا في الحكومة البريطانية بإدراج دبي على القائمة السوداء، لأنها تأوى يخوتهم وأموالهم المهربة اللي هربوها. ومالك تشيلسي القديم اللي لما شاف اسمه اندرج على القائمة السوداء باع النادي وهرب في اللي بيقدر عليه وفي اليخت تبعه راحوا، وقالوا هذه الأمور بتخلي دبي يعني كدرع ما بين إنه نقدر نوصل لهؤلاء اللي هربوا واللي فرضت عليهم العقوبات وفرضت على جميع أموالهم تجميدها. صار في عقبة بتسليمهم محاضر القضايا اللي عليهم حتى يقوم بتجميد أموالهم ومصادرتها قانونية. فطلعوا دبي، وفي ورد راس الخيمة وأظن والفجيرة كمان، من هذول ثلاث إمارات من داخل الإمارات المتحدة. وهذه بدأت المطالبات البريطانية تطالب بهذا الموضوع. فهذه دبي من أحد عوامل الألف المكسورة. هذا البريطانيين هيك طلب بعد الظهر، بعد ظهر يوم أمس الأول يعني ب 12 الشهر بعد الظهر، قبل نهاية الدوام في الولايات المتحدة، نطلع على موقع وزارة الدفاع الأمريكية. بعد ما سمعنا بعض الأخبار رحنا نتأكد، وبعض التسريبات رحنا نتأكد، وجدنا بأنه البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت تنبيهات على شكل مذكرات لجميع حلفائها وأصدقائها في المنطقة في الشرق الأوسط بما فيهم تركيا. أصدرت لهم مذكرات تنبيهية بأنه هناك تصعيد عسكري ما بين الكيان الصهيوني وإيران، وعلى كنتيجة لعمليات الاغتيالات المتبادلة وعمليات الضرب المتبادلة بين الطرفين في جميع الساحات المحيطة وغير المحيطة. فقالت إنه هذه أصبحت هناك مواجهة عسكرية وشيكة ما بين إيران والكيان الصهيوني. شو حكيت لكم في الحلقة الماضية؟ والآن بدي أضيف رقم 4 إذا بتتذكروا، إنه الآن نحن نعيش رابعا بعد آخر واحدة كانت رقم 3، هي إنه كنا نعيش، نحن الآن نعيش بنفس أجواء التي سبقت غزو العراق. الآن قاعدين بنعيش بأجواء ما سبق الغزو الحالي، الغزو الروسي الحالي لأوكرانيا، أو الغزو المفتعل، أو اللي هي الآن بقول عنها الحرب المفتعلة.
نفس اللي عشناه قبل، وهذا مش لازم يكون بعيد عن ذاكرتكم. إذا بتتذكروا الولايات المتحدة بدأت تقول قبل ما روسيا تجتاح أوكرانيا، صارت تقول هي بعد بكرة حين يدخلوا من كذا محور، وبعد بكرة وبكرة والآن روسيا بدها تدخل على أوكرانيا في هذا الوقت. صاروا يعطوك بالضبط شو بدهم يعملوا الروس، والروس بالفعل يعملوا زي ما حكت الولايات المتحدة في أوكرانيا. وهذا لاحظته، وأنا من أولها وطلعت وقلت لكم لاحظوا على كل هذه المواضيع، عشان هيك بنظر لها كأنها حرب مفتعلة. الآن نحن نعيش نفس الأجواء، هاي بدأت خلص الولايات المتحدة لما صممت بأنه في تصعيدات عسكرية بين إيران والكيان، وانتبهوا أيها الأصدقاء والحلفاء، جميع الدول اللي تعدها الولايات المتحدة صديقة وحليفة بالإضافة إلى تركيا، هيك مكتوب في البيان المتواجد على موقع وزارة الدفاع الأمريكية، بما فيهم تركيا، أشعرتهم بأنه هذه المنطقة ستكون ملتهبة في الأسابيع القليلة القادمة. بتيجوا بتسألوني، بتقولي يعني كيف بتقرأ هذه التوقعات وبتقرأها سلف؟ أنا بحكي لكم هذه الحلقة أنا رايح أطلق عليها عنوان البوكر الأمريكي، لعبة البوكر الأمريكي. العقلية الأمريكية لما واحد بيجي مثلا بده يقول لك أنا بعمل كذا، وهذاك ثاني يقول لك أنا بعمل كذا، وهذا عدوي وهذا صديقي، وبعدين بدك تيجي تكشف نواياهم وما يسرون به، فلعبة البوكر بتقول لهم طيب أنا براهن إنه أنت كذا وأنت كذا، وهي تفضل، وبضرب الرهان تبعه. طبعا في البوكر فلوس. فعودة إلى حقبة الرئاسة الأمريكية السابقة اللي كان على رأسها الرئيس دونالد ترامب، استطاع أن يكشف جميع من هم موالين ومن كانوا يعملوا مع الكيان الصهيوني من تحت لتحت بالسر. ممتاز. الآن ظل في عندهم اثنين هذول، واحد منهم ماخذ نص، متواجد في نصف الدول العربية، في اليمن، في العراق، في سوريا، في لبنان، وقرب بده يدخل ليبيا. اطلع، يعني المفاوضات المتعلقة الآن معاهم، قول اطلع، اطلع من اليمن، اطلع من العراق، اطلع من سوريا، خلص بدنا نهدي هذا الريجن، احنا نقول عنه او هذه المنطقة بدنا نهديها، خلص اكتفت اكتفت، يعني اكثر من هيك قرد الله ما مسخ، زي ما بنقول مثل فلسطين، يعني ما بعد، يعني هذا الاقليم وصل القاع، وما فيش شيء لما بتضرب في القاع ما فيش شيء لك اي مكان الا تعاود تصعد لفوق. يعني لو انت في قاع المحيط وبتضرب اجرك في قاع المحيط او في قاع البركة تطلع لفوق خلص، لانك وصلت القاع بتقدرش تخترق القاع. يعني هذا الاقليم الشرق الاوسطي يعني واصل قاع المحيط، ما فيش له مكان الا الصعود الى اعلى والعودة الى حياته الطبيعية. فهون عندك طرف بيقول الموت للطرف الثاني، والموت لأمريكا، والموت للكيان، ومش عارف ايش، ولحد الآن أكثر من 25، كم صار له، من 79 ل
19 40 عام أو 89 99 40 عام، فوق الأربعين عام. وهذا تنسوش في شغلة مهمة جدا، ليش أنا دائما بنظر ل هذه الدولة اللي اسمها إيران، بنظر لها من زاوية خاصة جدا، لو على محاسنها أو مساوئها، ولكن مساوئها كثير أكثر من محاسنها. واللي أنا ما بيعجبني في هذا الوضع، واللي أنا مش قادر يخرط في عقلي نهائيا، بأنه في عام 1979، ما تنسوش نهائيا، ما تنسوش نهائيا، بأنه القيادة اللي جابوها لتحل محل الشاه إيران أتت من فرنسا التي تحارب المسلمين في أيامنا، كانوا في فرنسا. يعني لما فرنسا بتبعت لك قادة وبتقول عنهم الإمام والشيخ ومش شو، بتتوقع اللي فرنسا رعتهم ورعرعتهم وربتهم، شو بتتوقع من قادة كهؤلاء يكونوا هم أئمة المسلمين؟ معقول فرنسا تطلع لك وترعى وترعرع وتدرب وتجهز وتهيئ أئمة مسلمين وتضعهم على رأس دولة قلبوها من علمانية إلى الجمهورية الإسلامية؟ هذا اللي مش داخل مخي. فهؤلاء بيراوغوا، حكيت لكم في إحدى الحلقات، قلت لكم اللي صار عند الأمريكان ملل وضجر، بأنه بدأوا يشعروا بأنه الإيرانيين يفاوضوا بغير نية حسنة، قاعدين بيستعملوا نفس التاكتيكس ونفس المراوغة اللي استعملها معاهم الكيان الصهيوني على مدى 70 عام الماضي، أو 74 عام الماضي، مراوغة ووعود كاذبة. فهنا إذا بتلاحظوا إيه، لما بدك تلعب بوكر يو هاف تو دبل داون. يعني واحد بيقول لك 10 درج، بتقول له اول ان اول ان، مش هاي 10 وفوقهم 10، لا، بيقول له خلاص اول ان فرجين. هذه بوكر، واحنا شاطرين في لعب البوكر جدا، مهري. هذه لعبة تسلية قوية عندنا في الولايات المتحدة. هلا احنا قلنا للجهتين اول ان، بتقولوا انتوا الموت للكيان والموت لامريكا، يلا فرجونا مش مشكلة. وهذول اعطيناكم ل 31 ومددنا لكم، لو اعطيناكم ل 31 12 ومددنا لكم ل 31 واحد من هذا العام، اطلعوا من الضفة الغربية، اطلعوا من الضفة الغربية وخلص، واخذوا الشيطان وحاولوا تتأقلموا مع بأنكم جزء من المجتمع الدولي. منقدرش نضلنا راعيينكم في على أسلوب حياتكم البذيء هذا. يعني ما فيش أي مفكرين وأي ناس بشر يحبوا العيش الكريم إلهم ولا غيره، أو يحبوا العيش الكريم، وبعد يعني تجارب فاشلة عديدة، من حرب فيتنام خسارة، لحرب العراق خسارة، لحرب أفغانستان خسارة، لجميع الحروب اللي قامت فيها الولايات المتحدة كلها زي العمى، تكلفة باهظة على كاهل دافع الضرائب الأمريكي. وبعدها مراحل البناء، إذا هذا العام 2022 300 مليار دولار لإعادة بناء الدول الفقيرة ونهضتها والقيام بمساعدتها في بنيتها التحتية.
300 مليار دولار أمريكي. أنت مستقل كم ولا يعني المبلغ سخيف؟ مش سخيف. يعني وصلت معاهم لهون. اي واحد بفكر بقول لك يا عمي طيب احنا شو اللي الله جابرنا نضلنا ندخل من حرب لحرب لحرب وكلها خسارة بخسارة، مش بس خسائر مادية، خسائر بالارواح وخسائر بالمعدات وخسائر بالهيبة وبالقوة. يعني في لكل شيء في له حد ثقل. فأنا بدي أذكركم في بعض الشغلات، ليش يجب ضرب الكيان الصهيوني بإيران؟ لأنه هؤلاء الاثنين هم عندهم خطط توسعية. الكيان الصهيوني، وأنا سبق وحكيت لكم بأنه النظام الأردني والأردن وجد ليس لحماية الكيان الصهيوني، وجد لحماية الخليج من تمدد الكيان الصهيوني له. لما شافوا انه في قدامهم قلعة قوية جدا مش قادرين يتخطوها، وكمان وجدوا انه من الصعوبة بمكان انه يطلعوا عن طريق سوريا ويتمددوا، وكمان عن طريق مصر يتمدد، وجدوا انه بعض هذه الحدود اصبحت مش مخترقة، وكمان تحت هيبة وسيطرة الكيان الصهيوني، مثل الحدود السورية والحدود المصرية، هذه مفتوحة بيقدروا يتمددوا اي وقت بدهم اياه. لكن من الجهه الاردنيه يتمددوا الى منابع البترول الى الثروه العالميه، هذا هو الدور الوظيفي للاردن ولجيش الاردن. وهون بذكركم بانه هذه الحرب راح تكون مختلفه تماما عن الحرب المفتعله عام 1973، لانه لو صار في تمرد للجيش الأردني اللي راح يجتاح برفقة مقاتلين أولي بأس شديد كلهم مسلمين عندهم العقيدة القتالية قوية جدا، وفي بينهم الأفغان والعراقيين المسلمين اللي حاطين روحهم على كفهم، هذا اللي جاي قريبا لهذا الكيان المسخ الزائل قريبا. بدي أذكركم بشغل، بينما كان بإمكان الولايات المتحدة والناتو إنه يوقفوا الزحف زحف التمرد للجيش المصري في عام 73، اللي كانوا القادة من الداخل من الرئيس أنور السادات لجميع يعني قادة جيش العسكريين كلهم وقفوا وقفوا وقفوا، والجيش ما بدوش يوقف ماشي، ما فيش مقاومة نهائيا. كان بإمكانه الوصول إلى القدس. بعدين إيش قررت الولايات المتحدة؟ حكيت لكم إياها في الحلقة ذات الاختصاص، مدت جسر جوي لإيقاف زحف الجيش المصري المتمرد، وصار طوق فوق طول الكيلو بسموها شو 101 على ما اعتقد، وصارت هناك فك الارتباط وكل واحد يرجع لبلد. ولكن تم تحقيق اهداف الحرب الا وهي تحرير الاراضي المصريه التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967. هناك كان باستطاعة الناتو والولايات المتحدة أن يقوموا بهذا العمل. هون في هذه الحرب بالذات إذا دخلت الأردن، ويجب أن تدخل الأردن، وهذا هو المخطط بأنها تدخل الأردن، لأنه إذا دخلت الأردن هون تتحيد الولايات المتحدة وحلف الناتو، بتحيدوا ما بيقدروش يدخلوا.
بتقول لي ليش؟ سألت، إذا سألت خلني أجاوبك. بدي أذكرك في حلقاتي الماضية لما أنا حكيت لك شغلة مهمة جدا، بأنه أهم مرسومين رئاسيين، two executive orders، وقع عليهم الرئيس بايدن يوم 20/1/2021 العام الماضي، أول يوم تسلم وفي أول ساعة بعد ما انتهت مراسيم حلف القسم واليمين الدستورية، ولما توجه للبيت الأبيض للغرفة المعهودة وقدامه فوق 50 60 70 executive orders ليوقعهم، كان في بينهم مرسومين رئاسيين. الأول تثبيت معاهدة الدفاع المشترك مع الجيش الأردني، مع الأردن، هذا دفاع مشترك. واللي بعده على طول اللي تحته كان إزالة الكيان الصهيوني من صفة عضو مراقب في الناتو الآن، وتوجيهه بصفة تنسيق منسق تحت وصاية وقيادة السنت كام في قاعدة العديد في قطر. فحجموا الكيان الصهيوني إلى جيش احتلال ينسق فقط مع القاعدة المركزية في قطر في نفس اليوم. فالآن إذا دخلت الأردن الحرب، أمريكا عندها العذر، منقدرش ندخل إلا إذا طلبت الأردن، لأنه الأردن معاها دفاع مشترك. إذا الأردن طلبت مساعدة، مع مين بدها تدخل؟ الولايات المتحدة. احكوا، بدها تدخل مع الكيان الصهيوني؟ وبتفكروا هذه اجت من فراغ؟ يعني هذه الخطة إزالة الكيان الصهيوني من حلف الأطلسي، من عضو مراقب في الحلف الأطلسي، وتثبيت اتفاقية الدفاع المشترك مع الأردن اجت من فراغ؟ يعني اجت من هيك بس عملوها زي الفريزبي، they tossed it على الطاولة قدامه يوقعها، ولا مخططة من قبل الهيئة العسكرية ومن قبل الحكومة السابقة؟ لأنها خطة أمن قومي للولايات المتحدة، خطة من خطط الأمن القومي. تعال يا عمي ارجع برضو لسنة الـ73، وحكيتها في 3 حلقات، وإن شاء الله واحدة منهم لاقينا إياها الأخ ممدوح. يا أخ ممدوح، إن شاء الله جايتك عيدية ممتازة على عيد الأضحى، لاقينا إياها. أنا شو حكيت؟ حكيت بأنه كيسنجر نفسه اللي هذيك اليوم طلع لنا بالحلقة الماضية، كانت الموضوع عنه، وطلع وقالنا شو قال؟ I must admit the fact that I must admit the fact that يجب أن أعترف بالحقيقة بأن هناك أحداث قادمة كبيرة قادمة للشرق الأوسط وآسيا. I must admit to the facts that major events coming to the Middle East and Asia very soon. نرجع معاه لهذا الثعلب، ثعلب السياسة الأمريكي. نرجع معاه لـ73 لما طلب منه نيكسون إعداد الاستراتيجية الخمسينية للأمن القومي الأمريكي في الـ73. لما بحطها في الـ73 زائد 50 تطلع 23. يعني هذه الاستراتيجية يجب أن تنتهي مع إطلالة 2023. وهون بطلبوا من
مجلس الأمن القومي الحالي إنه يعدوا الخمسين، إذا ما صاروش عادينها الخمسين، الخطة الخمسينية القادمة اللي بتبدأ من 23 فما فوق، بكونوا قاعدين بيجهزوا فيها، اللي تطلع واحدة بتنتهي واحدة بتدخل. شو حكى في هذاك العام؟ شو كتب جملة مشهورة جدا في هذا التقرير اللي قدمه لنيكسون؟ قال له: From time to time we must create a monster somewhere in the world to advance our goals and our agenda. And when that goal is achieved, we must go back and destroy that monster. فهمتوها؟ هيك حكاها في الإنجليزي، مكتوبة في الكتاب، وجوجل حط استراتيجية الخمسينية لهذا الكتاب، صار دي كلاسيفايد، يعني غير سري، قبل حوالي، لأنه 38 سنة يجب أن يحافظوا على سرية أي تقارير في الولايات المتحدة لمدة 38 سنة، يعني ما صارلوش 10 سنين دي كلاسيفايد، يعني يمكنك الاطلاع عليه الآن، وموجود في مكتبة الكونغرس الأمريكية، اسمها كونغرس لايبراري في واشنطن دي سي، بتلاقيه على هذاك الموقع. شو معناها؟ شو حكى؟ قال: من حين إلى حين يجب على الولايات المتحدة أن تنشئ مارد في مكان ما في العالم لتحقيق أهدافنا وتحقيق استراتيجيتنا، يعني لنطور استراتيجيتنا وقوتنا وتحقيق أهدافنا، وبعد أن نحقق هذه الأهداف يجب أن نعود إلى هذا المارد وندمره. بتقولوا لي أنت والله سطلت على أخير، ممتاز، طيب هات أعطينا، أين دليلك؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول لك: ولا أسهل منه. لما افتعلوا الحرب وضربوا العراق في إيران في الثمانينيات، حرب ال8 سنوات بين العراق وإيران، مع مين كان الغرب ومع مين كانت الولايات المتحدة؟ مع العراق، وقووها ونفخوها وأعطوها جميع الأسلحة الشرعية المشروعة والغير مشروعة، وانتصرت على إيران. شو عملوا في العراق المنتصر؟ رجعوا عليه ودمروا. هذه استراتيجية الثعلب الماكر الصهيوني ابن الصهيونية، ولكنه مخلص للولايات المتحدة، بلد منشأ. بدك كمان دليل؟ The holy men، المجاهدون الكبار، يلا ابعتوا مجاهدين على افغانستان، هدول ريغان ذا هولي من، اضربوا الاتحاد السوفيتي، قووهم واعطوهم المعدات والاسلحه المشروعه والغير مشروعه، لعنوا ابو افطاس الاتحاد السوفيتي وخلوه يطلع من افغانستان. شو عملوا فيهم للمجاهدين؟ شو سووهم؟ سووهم إرهابيين، وافتعلوا حرب الأفغانستان، وراحوا والحمد لله اللي الله بين الحق هناك، انتصروا ما انتصروش، ولكن راحوا خربوا ودمروا البنية التحتية تبع البلد بالكامل، زي ما عملوا في العراق الحلفاء بقيادة حكومتنا أو سياستنا، سياسة الثعلب الماكر. ظل مارد واحد، نفخوا الكيان الصهيوني
مؤخرا نفخوا إيران بتطور أسلحة نووية بخصب اليورانيوم وكذا وشي، قاعدين بنفخ فيه. هذاك منفوخ خالص. المارد الثاني اللي على الجهة الثانية، هذا الزائل المسخ، منفوخ خالص. فعلا صار عندك بالونين هيليوم اللي في دبوس بتفقعهم الاثنين، دبوس صغير. لازم نعطي هذا الدبوس الاستراتيجية العسكرية اللي راح تنتهي العام القادم، وقبل أن تنتهي العام القادم ظل في ماردين في العالم لازم نضربهم في بعض، واللي بيطلع منتصر بيجوا عليه وبتصوه بخلصوا عليه. فشو بصير في المنطقة في الشرق الأوسط؟ فش فيها قوة إقليمية، انتهت خلص، بترجع للسلام، بترجع لإعادة البناء، وبترجع لأنه في عندك اثنين متصلبين واثنين صهاينة إلى النخاع، سواء الكيان الصهيوني ولا سواء الكيان الإيراني، النظام الإيراني. هذا الواضح، ما فيش عندي أي تحليل ثاني، واللي هو مبني على دخول القادة المؤسسين لجمهورية إيران الإسلامية، دخولهم من فرنسا بعد رعرعتهم وتربيتهم وتهيئتهم في فرنسا التي تكره الإسلام، وييجوا يكونوا على رأس، يكونوا على رأس جمهورية تدعى جمهورية إيران الإسلامية، اللي حكت عنها جولدا مائير بأنه لما يحين الوقت المناسب سنصنع لكم الإسلام على حسب مزاجنا كيف نراه مناسب. راح توصل لإشي اسمه الديانة الإبراهيمية ولا السلام الإبراهيمي المفتعل. هذا مش راح يصير، هذا مش راح يصير. أنا لسه حكي لكم، لسه دير بالكم، اللوحة مضاعف الأخضر كما توقعت، والتوقعات طلعت 16 على حسب البرنامج اللي عندي، فقط 16%، لأنه هذه حصلت في أقل من يومين القراءة، بأنه أنا بقول لازم تنضرب إيران بالكيان الصهيوني، وبطلع وزير الدفاع وبطلع المتحدث الرسمي ووزارة الدفاع ككل، وبتعطي وبتوجه مذكرات تنبيهية وتحذيرية إلى جميع حلفائها وأصدقائها في المنطقة، بالإضافة إلى تركيا، بأنه توخوا الحذر، مواجهة وشيكة وشيكة. هيك كتب. هناك تصعيدات عسكرية قائمة حاليا، وهذا تحضير لمواجهة وشيكة ما بين إيران والكيان الصهيوني. بدنا نموه، لازم نموه، لازم ما نخليش حدا يعرف وين الله حاط. هذه استراتيجية عسكرية رهيبة. طيب كيف بدنا نموه؟ كيف بدنا نخلي لسه الناس نعطيهم هاي المذكرات وفي نفس الوقت منموه؟ ها، شو التوقع اللي حطيت لكم اياه في الحلقة الأخيرة؟ التوقع، هل سيزور بايدن الكيان والسعودية؟ يلا قاعدين احنا نتسلى، يعني هذه حلقة تدوينية، اللي بحب يكمل يكمل، اللي بحبش الله يسهل عليه. هاي تدوينية بتظلها للتاريخ، بجوز مش لجيل، من الأجيال الحالية. هذه ستدرس الحلقات في المستقبل. بمشيئة الله. التوقع اللي حكيت لكم إياه،
واعطيكم هذه بوكر لسه، احنا نلعب بوكر امريكي ما فيش فيها. شو انا قلت لكم، لن يزور بايدن لا الكيان ولا السعوديه. شو يجوا طلعوا اليوم ولا امبارح شو بيقولوا؟ بيقولوا ثبتنا الزياره 15 و16 من الشهر القادم في السعوديه، وحطوا 10 خطوط تحت عبارة في نفس القرار. وهذا لحد الآن قرار الإدارة الأمريكية ما ثبتتوش، لكن هذا كان تسريب سعودي وتسريب صهيوني من الكيان، إنه 15 و16 في السعودية، والرحلة من 13 إلى 17، يعني لأنها راح تشمل الأراضي. استعمل هون مش الضفة الغربية، استعمل الأراضي الفلسطينية. وهذا بعطيك دليل بأنه الولايات المتحدة سياستها بأنه هذه الضفة الغربية، يعني أراضي 67 هي أراضي فلسطينية. لما نقول الأراضي الفلسطينية يعني الأراضي العائدة للفلسطينيين، يعني ما حدش يلعب فيها. في عندهم طريقة معينة راح يرجعوها بالمنيح وبالعاطل. لحد الآن الكيان المتغطرس ما بدوش يطلع، ولحد الآن برضو الكيان المتغطرس على الجهة الثانية لا قابل يطلع من اليمن، ولا قابل يطلع من العراق، ولا قابل يطلع من سوريا، ولا من لبنان. ولا عندك 2 متغطرسين بس. أنا قلت لك في التوقع مش رايح يزور لا الكيان ككيان، راح يزورها كضفة غربية مؤقتة تمهيدا لتحضير هذه الأراضي لتكون الدولة الفلسطينية. عاودوا استعملوا في هذا البيان اللي طلعوه، أو يعني في البيان اللي تسرب عن مسؤولين أمريكان. وأنا بعتقد إنه بجوز، بس أخلص تسجيل هاي الحلقة، لما بروح على موقع البيت الأبيض وزارة الخارجية وكذا راح ألاقي إنه يعني ثبتت. وهذا تاريخ معقول، أقول لك ليه تاريخ معقول جدا، لأنه راح تكون العملية عملية إخلاء على الأقل الضفة الغربية، إلا إذا حصل تمرد من الداخل الفلسطيني عن طريق غزة وفلسطينيي أبطال الداخل الفلسطيني، أبطال 48، فلسطينيي 48، إذا هبوا في نفس الوقت واستغلوا الفرصة، لأن الفرصة راح تكون مواتية، لأن جيش الاحتلال راح يكون مهري نعمته على الأخير، على الأخير بغفل بغت مباغت. فرايح انا الان بلعب معاكو بوكر وبحط دبل داون، يعني قالوا بده يزور السعودية، هيك حطوها السعودية والأراضي الفلسطينية، وحكوا اسم الكيان الصهيوني اللي انا بحبش احكي، حطوها هيك بالتدريج، السعودية الأراضي الفلسطينية و الكيان الصهيوني، و13 و14 سبعة، أو الرحلة بتبدأ من 13 أو يعني من 12 ل 17 سبعة على ما أعتقد، لأنه في فرق ساعات في الطيران. لما بروح الرئيس أو أي واحد بروح من أمريكا إلى الشرق الأوسط بخسر فارق الساعات على طول ذهاب، وبعود بكسبها لما يرجع، 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات على هوا، وين ما هو رايح. جدا معقولة، لأنه هذا بعد ما ينتهي العيد الأضحى، وهذا لسه بتكون أثناء أزمة الحج أو موسم الحج، مش أزمة يعني موسم الحج، متأسف على هذه الكلمة،
موسم الحج في السعودية. فأنا بحكي لكم هذه قمة التمويه. والآن أنا لما دخلت بالتوقع قلت هاي 10 دولار، الآن تطلع لي وزارة الخارجية بجوز اليوم تثبت إنه هاي 20 دولار، هاي 10 وفوقها 20، إنه رايح يروح ب 13 و 14 الشهر للسعودية. أنا بقول لهم الآن all in he's not going all in، بدفش كل المصاري اللي قدامي وبحطها لجوا في البط، بقول لهم he's not going، مش راح يروح. وإذا بده يروح على ذيك المنطقة بتكون آخر رمق في الخطة الاستراتيجية اللي حطها كيسنجر في الخطة الخمسينية تبع 73، بأن هؤلاء الماردين يجب أن لا يكونوا متواجدين في المنطقة، يكون العملية منتهية بإذن الله. 35 يوم، هلا ام دابلينج داون، ولا 33 ولا 34 يوم اذا نسيت اغير يوم او يومين، ام دابلينج داون. لاحظ كل من هم موجودين في المنطقة الآن أعطوا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، تفضلوا الميدان مفتوح، فخار يكسر بعض، واللي بيطلع منكم من الجهتين، أنا بحكي من القوتين الإقليميتين اللي نافخينهم نفخ بمنفاخ كاوتشوك حتى أو منفاخ فوتبول، نافخين اللي بيطلع منكم منتصر احنا بنيجي منتصر، هيك قالهم كيسنجر في الكتاب تبعه في الاستراتيجية تبعه، اللي راح يطلع منكم منتصر راح نيجي نتصف في نفس الوقت عشان ما يصيرش عنده مجال حتى يعاود يرجع لقوته نهائيا، فيش قوة إقليمية باقية في هذيك المنطقة. هذا مخططهم، ولكن بظل دائما سؤال واحد، سؤال واحد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا مكره، ما هو مكر الله؟ هل سيأتي إنما أمره لقال شيئا لشيء كن فيكون؟ يعني أنا ما بحكيش الآية، بس يعني لما بأمر الله لأي شيء كن فيكون، نحن نريد وهم يريدون والله يفعل ما يريد، نحن نشاء وهذا يشاء والله يفعل ما يشاء. لكن أنا بقول لكم إذا راح بايدن على هذيك المنطقة في 13 و14 و15 و16 من الشهر القادم، راح يكون المنطقة متغيرة تماما وتحت ظروف مختلفة تماما عما هي عليه في هذه الأيام. وهذه اللي راح أفسر لكم إياها بالتفصيل برسمة من أبدع ما يمكن على هذه اللوحة، كيف بده يكون الشرق الأوسط على حسب التغييرات القادمة بمشيئة الله. أنا مش منجم ولا متنبئ، ولكن أنا بوضع نفسي في داخل العقول التي تفكر بهذه الاستراتيجيات. بعد ما أجيب جميع العوامل اللي قدامي الدفتر كلها، وحكيت لكم أسلوبي elimination process مدعوم بآيات سماوية وتنزيل سماوي أو ب
في أقوال من أقوال من أحاديث رسولنا عليه الصلاة والسلام المؤكد. تفضل روح للآيتم اللي بعد اللي حاط عندك. البريطانيين بدهم يبدوا يدغدغوا الإمارات، هاي أول ألف مكسورة. الأمريكان بقول لك خلص بدنا نبدأ ندير المعركة النهائية ما بين، بدنا نقول لهم خلص أقنعنا الجهتين إنه في مواجهة وشيكة بيناتكم، يلا حضروا حالكم فرجونا. أنت بتقول دثت كذا ودثت أمريكا، تفضل. وأنت بتقول إنه إحنا بدنا نضرب إيران ونمحي النووي جميع مفاعلهم النووية، ووافقت الولايات المتحدة. لا، ممتاز جدا، يلا شمر عن دراعك، هذه حربك، هذه مش حرب وكالة. تفضل، ورطونا في 4 5 6 حروب عشانكم، وكلها حروب كانت كاذبة. وبعدها لما كان القطب العسكري يوفي بوعوده انتوا تتمردوا عن وعودكم، الآن واجهوا حقيقتكم المرة، الزوال والفنا. التارجت تحرير الضفة الغربية، أراضي 67، وإعادتها مؤقتا تحت الإدارة الأردنية إلى أن يتم ترتيبها كدولة فلسطينية. ودولة فلسطينية مش دولة فلسطينية أردنية زي ما طلعت لي لسه الآن. بتشوفوا كيف راح أرفع لكم قضية على العربية وعلى من نسبت له القناة العربية اللي الآن قال غير من مضمون ما قلته، وبقول الجمهورية الفلسطينية الهاشمية. بدك تغير؟ استنى نتقاضاها، هذه أهلا وسهلا، أنتو صيدة ثمينة جدا. أنا أريد أعطيت إشعار لليجال تيم بالكامل تبعي يبدأ في محاكمة العربية. أنا محطوط كل فيديوهاتي محطوط عليها إنذار، اوعك تاخذ اي جزء من هذه من اجزاء حلقتي وتفتلها، وبدون ما تنوه عن هذه القناة بتحكيها زي ما انا بحكيها ومتفتلهاش، ولا كل شيء مسجل، كل يوتيوبر وكل قناة تلفزيونية وضعت شغلة من بعدي من كل شيء مدقق، وعملت عليه شوية فتلة يمين ولا فتلة شمال، ستحاسب ولكن في الوقت المناسب. مش فاضي، مش فاضيين، في أشياء كثيرة بنحضر لها، بدنا نحرر فلسطين بالأول. هذلاك قصدوا فيها زراعة الفتن، لسه هدول إذا ضلوا الألف الأولى المكسورة إذا ظلت على وجه الوجود في هذا التغييرات القادمة. البنتاغون تعرض للألف المكسورة الثانية والألف المكسورة الثالثة، هاي هذا التوقع اللي حكيت لكم إياه لسه في 11 الشهر، وإحنا متجهين في 12 الشهر، حكومته في منتصف يوم 13 الشهر، يعني بعد حوالي 36 ساعة ما أنا أعطيت التحليل. ضيف لذلك بتطلع المقاومة الفلسطينية من غزة العز وبتقول لك الجمعة القادمة جمعة الغضب، خلص طفح الكيل وسال السيل. شو معناها؟ معناها في عندهم ضوء أخضر، معناها في عندهم ضوء أخضر تنسيق، بس مش مع الجبهة اللبنانية أو من يتواجد في لبنان ولا من يتواجد في سوريا لا لسه خليها شوي، خليها راحت. لما تشوفوا الرسمة هون وكيف كل هذه الأمور إن شاء الله بدها تصير بمشيئته، وراح تصير قريبا جدا. هاي كمان هذا المفروض تكون يعني بجوز جزء من الجزء الأول من
الجزء الثامن عشر، لأنه مش ضايل الوقت أطلع لكم الجزء الثامن عشر. فأنا حاطط لكم هون يوم الخميس لازم أطلع لكم إياه بمشيئة الله، راح أسهر عليها الليالي لأطلع لكم هذه الحلقة. الكل جاهز بمشيئة الله. من سيقلع الشجرة الخبيثة اللي زرعوها في كيان في اللي زرعوها في بلدنا الحبيبة؟ لن يقتلعها إلا من زرعها وسقاها، بريطانيا والبنتاغون أمريكا. بس اتذكر اتذكر، ولسه بالحلقة 18 رايح يوقف شعر راسك بمشيئة الله. استنوها يوم الخميس الساعة 9 بتوقيت القدس بمشيئة الله، رايح أحاول أخلصها الليلة أو بكرة، وأسجلها مرة ومرتين وثلاث وأربعة وخمسة لحد ما أنا أكون مبسوط من نفسي فيها، وإني أديتها بما أمرنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حكيت لكم انه قرار المقاومة الفلسطينية بعدم اشعال فتيل الحرب النهائية اللي راح تقضي على هذا الكيان وتزيله عن وجه الوجود بمشيئة الله اثناء مسيرة الاعلام، لانه جيش الاحتلال كان قاعد بيعمل مناورات عسكرية كبيرة، The Chariots of Fire. يا سلام، لأنه هيك لازم تحكيها، لأنه هذه لكنة بريطانية، chariots of fire، عربات النار إن شاء الله تحرق. بلاش أقول إيش، بلاش، خلي الحلقة منيحة. ندخل على الهام. حكيت في عدة حلقات، أربعة خمسة ست، وخصوصا أثناء انتخابات اللي كانت جارية ما بين، يعني ما كانتش انت كانت منتهية الانتخابات في، لكن كنت أتكلم عن موضوع لو هيلاري كلينتون كسبت انتخابات 2016 كان رايحة تجرم الحملة العالمية الفلسطينية لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية. بديش أقول لسه شو معنات بي دي اس. بي دي اس هذا تطبيق هاتفي تحطه على تلفونك، وكل ما تروح في أوروبا الكل عندهم إياه، الأوروبيين قبل العرب والمسلمين والفلسطينيين. في الولايات المتحدة بتقدر تقول 10-15% التطبيقات متواجدة على الهواتف. لما بتروح على السوبر ماركتس بس بتحط، بتفتح التطبيق على تلفونك، وكل ما بدك تشتري هذا المنتوج بس بتحطه على اليو بي سي، بقرأ لك وين، بعطيك الكود، وبعدين التطبيق بقول لك هذا مصنع في المستوطنات الفلسطينية المحتلة اللي سرقوها في الضفة الغربية، اللي سرقوها الشرذمة سارقي الأراضي وقتلت الأطفال. البي دي اس تعني بويكوت سانكشنز، عفوا، بويكوت دايفستمنت اند سانكشنز اجينست اسرائيل، هذه معناها.
بويكوت مقاطعة divestment الابتعاد عن وسانكشنز العقوبات على منتجات الكيان العبري الصهيوني الزائر قريبا. قبل سنتين بال2019 او 2020 كسبت المعركة في المحكمة الاتحادية العليا للاتحاد الأوروبي، كسبت المعركة بأن كل منتوج بخرج من المستوطنات يجب أن يصطحب أو يكون عليه ختم ودمغة تقول بأن هذا مصنع في المستوطنات الغير شرعية في فلسطين المحتلة. هيك لازم يطلعوه، مش يقولوا ميد ان عزرائيل، بقدروش. فكسب البي دي اس، القائمين على حملة البي دي اس فلسطينيين نوابغ، لانه عملوا تطبيقين، عملوا التطبيق الاول وبعدين حدثوا للتطبيق الثاني. فش كل ما يغيروا يحاولوا يغيروا الكوتس على هذه العلب وعلى المعلبات وعلى يعني المنتوجات تبعهم، كان يحثوا البرنامج لا يلتقط، مش قادرين يبيعوا ولا شغلة من منتجاتهم. حتى صار يكتشف المنتوج في الكيان الداخلي، يعني في الأرض المحتلة الداخلية فلسطين 48، فكمان بشتوش ولا منتوجات. أخذوا هذا القرار من المحكمة الفيدرالية الاتحادية، يعني المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، بعرف شو بقوله، مش فيدرالية، المحكمة العليا الاتحادية العليا للاتحاد الأوروبي. أخذوا هذا القرار وراحوا لكل دولة وقالوا له إنه يجب تطبيق هذا القرار في كل دولة من الدول. ففي النرويج تحت اعتراض أكبر تحت اعتراض أكبر محاميين عينوهم لضحد هذا القرار، المحكمة النرويجية العليا قررت بأنه ممنوع تحطوا أي شيء على أي رف مش محطوط عليه هذه الدمغة، الدمغة أو الختم بأنه هذا مصنوع في المستوطنات الغير مشروعة. فهذا كمان انتصار جديد لحملة المقاطعة الفلسطينية، الحملة الفلسطينية هيك بتقولوها، للحملة الفلسطينية لمقاطعة منتجات المستوطنات المحتلة بي دي اس. وفي للأسف بعض اليوتيوبرز اللي بسموا حالهم بحبوا القضية الفلسطينية ومع الفلسطينيين وكذا، وبيجي بقول لك هذا شو هو البي دي اس. البي دي اس كانت هيلاري كلينتون لو صارت رئيسة وزراء بدها تقول أي واحد يمسك، يعني بدها كانت تجرم تحط قانون أي واحد بنمسك في الولايات المتحدة في على تلفونه أحد التطبيقين تبعون البي دي اس سيسجن 25 سنة ويدفع مليون دولار غرامة. هيك حكتها أثناء الحملة الانتخابية تبعها. والعرب ما والمسلمين 17 مليون نسمة يا أما ما طلعوش على الانتخابات في حوالي 7 8 ولايات مختلفة، ما طلعوش على التصويت أو أعطوا أصواتهم لدونالد ترامب في 2016 وخسرت بثمن ولايات اللي معظمها فيها تجمعات عربية. وفي حلقة شرحت لكم إياها، خسرت هاي الثمن ولايات اللي كان المفروض دائما الديمقراطيين يكسبوها. فما حدش يستهين بأي عمل يقوم فيه الفلسطينيين في الشتات وفي جميع أنحاء العالم. لما تعود فلسطين بمشيئة الله، حتى لو دمروها عن بكرة أبيها زي ما حكيت لكم في الحلقة الماضية،
سنبنيها وتكون جنة الله على أرضه الواسعة بمشيئة الله، بس نسلمها إن شاء الله. هذه حلقتنا لليوم، ولا أن نلتقي في الجزء 18 من سلسلة فلسطين من البحر إلى النهر يوم الخميس بمشيئة الله الساعة 9 مساء بتوقيت القدس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله.